راك رجع يا زور حسين وبروح الطريق امشي اوصل كربلاء بلهفة مثل الضايع والقي ما جاير دبوس الباب مولاي ما جاير دبوس الباب ولا شباك تشلبي ولا عندي دعوة اقرأ وقف ساعتي ندعي شنو اريد انزل لقبر حسين اريد هناك عايلي والله اريد اقعد قبال حسين وبعد اريد اقعد قبال حسين وش بي حزن احكي ابو علي اقول له ناجرح بي بل كبثاك الداوي اسمع اسمع قلت بل كان اشم نحره يا ابو عبد الله وحب صدره وحيب بيدي كبيره شلون كبيره شلون اشم نحره اظل مكلبي برجلي مولاي ادري سيدي ادري خبص ليله الجمعه زوارنا اللي في كربلاء قلدناكم الدعاء والزياره مولاي ابو علي قلوبنا في كربلاء مولاي ادري سيدي ادري خبص ليله الجمعه مشغول ويا زوارك بالالاف مجتمعه اجي يوم الثنين اركوض يا حسين بالف دمعه وصيحة يا الله الله حسين مولاي حس مظلوم حس مظلوم وتسمع مولاتي يا زينب ايش حال قلبك من شفت الحسين وكأني بزينب وقفت على ذلك الجسد المسجع على رمضاء كربلاء نظرت وكأني بها نظرت إلى امرأة وصار شف زينب على كسر الظليع اتقلها يما يا هذا المنصريع والعدم سلبي حتى دور